السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة سكينة الصورية. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا معي في صور الفيديو غنحضروا أسرع وأسهل دوازتي دايزو الكلام. حلوة دوازتي ممكن تحضريها في وقت قياسي وجيز، والأهم من ذلك وهو جد جد اقتصادي في متناول الجميع بثلاثة ديال المكونات فقط. كنحضروا هاد دوازتي اللي كيعطينا واحد كمية يعني وفيرة بالنسبة للمقادير ديالهم. تابعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعاليق ديالكم البنائين، ومرحبا بالمشتركين الجدد، ونمشيو نشوفوا المكونات والمقادير ونبداو بكسي لا نقولوا بسم الله. كيف ما كتشاهدوا معايا هادو هما المكونات والمقادير اللي كنحتاجو في هاد الدوازتين، ثلاثه ديال المكونات فقط لا غير، ثلاثه ديال المكونات لا رابعه لهما. كيف ما كتشاهدوا معايا هادو هما المكونات. اول حاجه كنحتاج بيضه تكون الحجم ديالها عادي متوسط، ما صغيره ما كبيره، وعندي ثلاثة ديال المعالق كبار يكونوا عامرين جيدا من شوكولاته ديال الدهن، اي نوع شوكولاته متوفره عندك، نوتيلا او اي حاجه ديال الشوكولاته اللي تكون ديال الدهن، ثلاثة ديال المعالق كبار كيف ما كتشاهدي معايا سيداتي. والدقيق حسب اللي غادي نحتاج، ممكن الدقيق تحتاجي اكثر من اللي غندير انا او اقل، انا احتاجيت 8 ديال المعالق كبار من الدقيق، 8 ديال المعالق كبار من الدقيق اللي كنصيبوا به الحلويات، الدقيق الرطب. هادو هما المكونات كيف ما كتشاهدي معايا، ونمشيو نحضروا هاد الكاطو ديال دوازتي سريع التحضير. اول حاجه كناخذ البول ديالي وكنوضع فيه 3 ديال المعالق كبار ديال الشوكولاته اللي الدهن، ثم كنضيف عليهم حبه من البيض اللي يكون الحجم ديالها يعني لا باس به، ما تكون صغيره بزاف وما تكونش كبيره، يعني بيضه عاديه، وكنحرك جيدا. انا غادي نحيد هاد الملعقه الخشبيه لان عذبتني، غندير من الاحسن ديال الفوي او الفورشيت، غنبقى نخلط جيدا غير بالفوي حتى كنحصل على واحد يعني كيندمج ليا داك الشوكولاته مع البيضه اللي ضفت. كنخلط جيدا كما قلت لكم، انا غنحيد هاد الملعقه عذبتني وغندير الفوي او الفورشيت، كنحرك جيدا جيدا حتى كنحصل على واحد الخليط اللي كيكون كريمي، يعني كيندمج ليا البيض مع الشوكولاته تماما. ومن الاحسن شوكولاته تكون خارج الثلاجه باش ما تعذبناش، يعني تكون لينه. كيف ما كتشادي معايا سيداتي، انا كنبقى بالتحريك بالفوي او بالفورشيت حتى كنحصل على واحد خليط شبه كريمه ما بين مزيج الشوكولاته والبيض، حبه بيض واحده. بالنسبه للدقيق غنبقى نضيف دقيق بالتدريج، انا احتاجيت الكميه اللي احتاجيت ديال الدقيق في هاد الوصفه هذه 8 ديال المعالق كبار. انا درت هنايا زوج معالق. اول حاجه ما تزعموش على الدقيق دفعه واحده، يعني الدقيق ممكن ديري 6 معالق، تحتاجي 6 او 8 او 9 على حسب الدقيق النوعيه ديال الدقيق ديالك. انا درت هنايا زوج، ثم غادي نزيد زوج معالق اخرين، ها هما عندي هنايا 4. انا راه رونت الدنيا بالدقيق كيف ما كتشاهدوا معايا، انا كنحرك غير بالفوي، من بعد غادي نجمعها بطبيعه الحال بيديا باش نتمكن منها. كنبقى نضيف الدقيق بالتدريج، درت 4 ودابا كندير 6، ها هما زوج، وغادي نحرك جيدا بالفوي. هنا غادي نستعمل يديا بطبيعه الحال. كيف ما كتشاهدوا هاد الكاطو ديالنا او هاد الدوازاتي ما كنحتاجو فيه لا زيت لا خماره لا سكر، عوياكم ضيفوا السكر لان داك الشوكولاته اللي دهن راها راكم عارفين بطبيعه الحال راه الشوكولاته كافيه باش كتعطينا داك الذوق ديال الحلاوه المناسبه المعتدله فهاد الكاطو ديالنا. انا زدت هنايا 8 ديال المعالق، يعني جوج الاخرين درت 6 ودابا درت 7 8، يعني 8 ديال المعالق بالتمام اللي كفاوني انايا. يقدروا انت يا سيدتي يكفيوك ما بين 7 8 9 على حسب الدقيق، غير ما تزعموش على الدقيق ديروه دفعه واحده، كتبقاو ديروه بالتدريج، وكنجمع بيديا حتى كنحصل على واحد العجين تماما بحال العجين ديال صابلي، ويكون خف منه شويه، يعني يكون لين ما بين يديا، يكون لين ما يكونش قاصح، يعني منين ندير له هكا دغيا يعني كيتجمع ليا باش غادي نشكل به كويرات. هاد النوعيه هي اللي استخدمت انا الشوكولاته، ممكن ديروا اي نوعيه، بغيت غير نشارك معكم النوعيه اللي درت انا، يعني العاديه ماشي شي نوعيه غاليه. كناخذ اللاطه ديالي ودرت الفرن ديالي يسخن، اللاطه ديالي اما كندهنها بشويه ديال الزيت او كنفرش ليها الورق ديال الطهي. كناخذ الحصص ديالي اللي بغيت انايا. بالنسبه لهاد الحلوه راه ما فيهاش الخميره، ولكن الحجم ديالها راه كيضعف شيئا ما، يعني حاولوا تفرقوا الحبات، انا ما فرقتهمش كفايه. كناخذ شويه ديال العجين وكنشكل كويرات، ثم كندير واحد الثقب بالاصبع ديالي بالنسبه للناس اللي غيفضلوا يحشيو هاد دوازتي شوكولاته او بالكونفيتير او باي حاجه عندهم،
غادي ندير ثقب في الوسط، ممكن تخليوها حريبلات عاديين، ممكن تشكلوها على الشكل اللي بغيتو، ممكن تشكلوها شكل صوابع تغطسوها في الشوكولاتة، بلكم الاختيار. انا درت هاد الكويرات ثم كندير لهم ثقب. بعد ما ساليتهم كلهم درت الفرن ديالي يسخن على درجة حرارة 180، مجرد ما كنوضع اللاطة ديالي كنقص يعني المهل بحال اللي غادي نطيب صابلي تماما. المدة ديال الطياب ديالها ما كتراوحش ما بين 20 دقيقة حتى 15 دقيقة، كتكون طايبة يعني كنطيبها من الأسفل وكنبقى لتحت غير تنشف. ها هي دا واجدة عندي الحلوة ديالي، كيف ما كشاهدتوا معايا الحجم ديالها راه ضعف. كناخذ القليل من الشوكولاتة اللي داهم كنديرها في واحد لافوشا دوي أو واحد الكيس بلاستيكي، وكندير في داك الثقوب اللي كنت درتهم من قبل وكنعمر بهم. ممكن تعمروا بالكونفيتير، ممكن تعمروا بالشوكولاتة، أي حاجة متوفرة عندكم. انا نصف الكميه درت ليها شوكولاته ونصف الكميه الاخرى حتى هي غنحشيها بشوكولاته، غير بغيت ندير شويه ديال السكر ثقيل. هذه مرحله ديال التزيين كتبقى لكم اختياريه، ممكن تزينوا باللي متوفر عندكم. والاهم من ذلك هي الوصفه ديالنا كتجي رائعه جدا، وثلاثه المكونات لا غلا على مسكين. كيف ما كنقول لكم دائما الوصفات اقتصاديين وفي متناول الجميع ان شاء الله. كيف ما شاهدتوا معايا التزيين تيبقى اختياري، درت واحد شويه ديال الحبيبات داك اللي كيصيب كيديكوري بهم لي طارت، داكشي اللي عندك. ممكن ديري غير الشوكولاته في الوسط او الكونفيتير ديال المشماش او ديال الفراوله. باش كنزينو هاد الدوازتين كنزيدو نعطيوه قيمه اكثر، رغم انه بسيط جدا جدا للغايه. مكونات ديالو بساط، ثلاثه ديال المكونات حضرنا بهم دوازتين دايزو الكلام، كيتحضر يعني اقل من 15 دقيقه بالمكونات ديالو بالطهي ديالو، كيجي رائع جدا يعني لضياف الغفله او نحضروه في الكوتي لوليداتنا، كيجي من اروع ما يكون. نتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم وتجربوا الوصفه ديال اليوم. كيف ما كنقول لكم دائما في التعاليق ما تجاوبونيش حتى تجربوا الوصفه، عاد ردوا عليا الخبر. كتجي رائعه جدا، كتجي مقرمشه وكتجي يعني بحال مرمله، بحال مثلا بحال اللي درنا صابلي او اكثر، كتجي مرمله بحال صابلي تماما، ما فيها لا زبده لا زيت لا خميره لا والو، فيها غير بيضه وحده، 8 ديال المعالق ديال الدقيق و3 ديال المعالق ديال الشوكولاته اللي دان. واللي بغى كميه اكثر ما عليك سيدتي غير تضاعفي المقادير باش تحصلي على كميه اكثر. ونصيحه من اختكم ساكنه الصوريه، غير ضاعفوا المقادير، راه ما كتبقاش كتسالي في نهارها. انا صيبتها سالت ليا في نهارها تبارك الله، وليداتي عجبتهم كملوها في النهار ديالها في نفس النهار. نتمنى تنال اعجابكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها وتردوا عليا الخبر. شكرا لكم المتابعه، وصلنا لنهايه الوصفه ديال اليوم، نتمنى تنال اعجابكم. وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم الدنائين، ومرحبا بالمشتركين الجدد. شكرا لكم المتابعه ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء.